لو تباعدنا كفر الصوف شو المشكلة يعني؟ تباعدوا يا شباب تباعدوا والله. طيب أيوة المشايخ وين؟ في هاي 8 صف يعني لو قلنا 10 نقسم عدد نصفه 3 1 يعني يعمل 2 كل ما تفرق اللهم رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عبيد ما تلبسون أحذيتكم ولا تنقلب إن شاء الله. لأن الناس تتأخر على أهل برضه إن شاء الله. أخلق في صلاة الفجر في مقام هون إلى أن خيرا من أهله وأحسن له أهله واجمعه بأهله في عليه إن شاء الله رب العالمين. دارا خيرا من دار. شوي يا شباب لا احنا بدنا شوي نمشي بدنا نمشي شوي والسياره هاي